بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكل يعني شبابنا وبناتنا في الداخل الفلسطيني وفي جميع يعني أنحاء الوطن العربي. احنا عندنا ناس على الله من شمال أمريكا، وعندنا من البرازيل، أهلا وسهلا بيهم، ناس على الأبس التانية. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبل اللي هنقوله النهارده. وانا عايزاكم النهارده تسمعوني بقلوبكم، ما تسمعونيش بودانكم خالص. النهارده احنا هنكسر ثلاث مفاهيم اساسيه ومغلوطات، يعني عارفين كده اللي بيقولوا عليه وهم الزواج. هنكسر ثلاث حاجات منتشره، سواء نشرتها الميديا او الافلام او المسلسلات او البيئه او الاسره او الموروثات الاجتماعيه اللي الواحد بيطلع وينشا عليها، ونشوف المفهوم الصحيح لموضوع الزواج. يعني خليني في البداية نقول عنوان محاضرتنا النهاردة عن وهم الزواج والأحلام الوردية. احنا عندنا حاجتين، عندنا أحلام وردية بتبقى وأحلام يقظة، دي في مرحلة يعني نقول بقى مثلا من الأندر إيدج وانت طالع 13 لحد 18، وبعد كده إلى حد ما يعني الأحلام اللي خاصة بالزواج بتبقى إلى حد ما لو في تثقيف ووعي معين بيبقوا يعني هي يعني الدنيا بتتظبط شوية. لكن للأسف في مفاهيم مغلوطه زي ما قلنا، ومحتاجه انها تتصلح مننا. وركزوا معايا، ويا ريت يسجلوا المحاضره، يا ترجعوا لها تاني على اليوتيوب، يا تكتبوا ورايا النقاط الناس اللي موجودين معايا على الزوم، عشان احتمال نسال صراحه، يعني احتمال نسال ونشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. خلينا في البدايه نقول ان الافلام والمسلسلات اللي خلت الناس تاخدها في حته وركنه بعيده جدا عن الواقع عشان تقولهم شويه اوهام، وان الزواج ده حاجه يعني يا اما حب رومانسيات وبعدين داخل من باب الشقه ففي ورد مفروش على الارض، وبعدين بلالين محطوطه وكل شويه البوكس اللي متحط ايدك ومش عارفه تطلعي هديه، وبعدين مش عارفه ايه بره ففي عربيه بتنور اصل هو جاب لك مفاتيح عربيه، او الخروجات والفسح وبحب كل 8 مرات كل 3 ساعات و4 ساعات زي المضاد الحيوي كده. اللي بيحصل حاجتين، خلونا عشان اكون منصفه اقول لكم اللي بيحصل حاجتين خاصه، حاجات خاصه بالبنات وهقولها والصدمات اللي بتتعرض ليها، وحاجات خاصه بالولاد وبرضه هقولها عشان ما نبقاش ظلمنا حد. مثلا البنات عارفه عن الزواج ومسؤولياته، ده لو في ام واعيه بحقيقي، لو في ام واعيه هتبص تلاقي الام معرفه بنتها ايه الموضوع وايه مسؤولياتك وازاي تبقي زوجه وتتصرفي ازاي في بيت الزوجيه، ده لو هي ام واعيه، ده لو ده موجود. او ان مفيش القصه دي والبنت فاهمه ان هو بس حب وسيشن وفستان فرح وهيقول لي بحبك وهنخرج وهنتفسح وخلاص. الشباب بيبقوا فاكرين انا بعد خلاص بقى ارتحت، يعني ده انا عامل جمعيه في جمعيه عبال ما كونت البيت وعملت العفش ومش عارف هرتاح بقى، وبعدين ايه ده انا هتعامل ايه شهريار في زماني يعني، وهتعاملني هنا بقى مش عارفه هتجيب لي ايه، يعني راسم برضو صوره كده مرمريه جميله، مش ده الواقع برضو. بند المسؤوليه من البنات ومن الشباب متشال، بند المسؤوليه ذات نفسه متشال مش موجود، وكل واحد يا اما مرمي على التاني او كل واحد بيتصرف حسب الموروثات اللي موجوده عند اهله، يعني شاف ابوه بيعمل فانا بعمل، شافت امها بتعمل فهي بتعمل، ده جزء. خليني اوضح لكم نقطه قوي، المسؤوليه مش بعبع. يقول لك لا ما المسؤوليه، يا جماعه والله العظيم المسؤوليه مش بعبع، وموضوع ان انا عندي تقول لك لا ده جواز وبيخوفونا منه، ودايما الخطاب وانا الوم صراحه الوم على كل موقع او مقاله او حد بيكتب في في في, في امر الارشاد الاسري او حد طالع بيتكلم حتى في موضوع منظومه الزواج، ويقول لك يا بنتي بص بقى الاول مفهوم غلط هنكسره، يا انت يا بنتي سيبك من الاحلام والاوهام. اه تمام احنا نسيبنا من الاحلام والاوهام، بس ايه المشكله لما يبقى حنون رومانسي يعني؟ لا لا الجواز مش كده، لا رومانسيه ولا بتاع، فوقي في ده واقع وبتاع. اه بس هي مش كل الحياه ملح يعني، شويه اه ممكن نجيب شويه ملح على البيتزا ونحط شويه سكر سنترافيش، بس مش دي كل الحياه، وما طلبوش البنات بحاجه زي كده بيتخضوا. تقول لك لا مش هتجوز، لا 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 مش عايزه، بترفضيني تقول لك معرفش ما فيهوش عيب بس انا مش عايزه، كان المسؤوليه بعبع. والوالد يقول لك لا 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 انت شايفه القمص بتاع البنات وشايفه الواحده تقول لك ما فيش ما فيش، انت ايه انا يا منى ما فيش، طب ايه الوضع، لا 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 وانا واحده انا عايش كده بطولي عازب. فعزوف الشباب والبنات عن الزواج بسبب مفهوم احنا عايزين نصلحه، فجينا اتكحلها عملناها بنقولها كده في مصر، جيتوا اتكحلوها عملتوها، جاب الفطيره وعملها وشويه سكر، قام جاي بدل ما يحط سكر حط تراب، باظت الفطيره. فانا علشان اصحح مفهوم ما اخوفش الشباب ولا المقبلين على الزواج، الزواج مش بعبع، المسؤوليه مش بعبع، تمام كده؟
يعني القلق والخوف والتعب ده، لا لا لا، الكلام ده لما نقسم المهام ونعرف كل واحد دوره ومفهومه، وده اللي هنشرحه النهارده في محاضرتنا، ايه اللي ليا وايه اللي عليا عشان اريح واستريح. الاصل احنا بنتجوز بعض علشان نسعد بعض، صح الجمله دي؟ اسالكم عليها في اخر المحاضره. احنا بنتجوز بعض عشان نسعد بعض، ولا انا سعيد بذاتي وهي سعيده بذاتها، ولما نتجوزوا احنا هنكون اكثر سعاده؟ ففي استقلاليه نفسيه، مش انت تبقي داخله حاطه بقى بس هيعوضني على هنا فارس الاحلام اللي جاي على حصان وجاي ماسك سيف، لا لا لا، وهو فاكر، لا لا، انا سعيد بنفسي، عندي استقلاليه نفسيه، وده الصح على فكره، وهنقول الكلام ده وشكل العلاقات دلوقتي. وهي عندها نفس الكلام، واحنا الاثنين لما اتجوزنا سعدنا بعض، ده جزء. وخلوا بالكم من النقطه دي، عشان النقطه دي مهمه جدا جدا نخلي بالنا منها. طيب خليني برضو اقول نقطه، العروسين بقى بيتصدموا في ايه، او المقبلين او المخطوبين او اللي لسه بيفكروا، تقول لك انا اتصدمت في الجواز. فبيحصل ايه؟ يحصل ان هو الخاطب او اللي مقبل يقول ايه، يقول لا والله انا لا، ده انا مش هقدر اتعامل مع النفسيه دي. ليه؟ وانا هقول لكم الاسباب دلوقتي. الاسباب دلوقتي بتيجي بسبب حاجات كتيره جدا. طيب تيجي البنت تقول لك لا انا ما عنديش حل الا الطلاق، انا ما عنديش حل فعلا الا الطلاق، وانا مش هكمل في الجوازه دي. وتقول لك بقى ايه، شوفوا بقى الكلمه، بقى اسمعوا معايا الكلمه اللي البنات بيقولوها، تقول لك ايه، حاضر انا هجاوب على كل الاسئله، بس خلوني اركز واقول لكم النقاط وبعد كده هجاوبكم على كل الاسئله، تمام كده؟ تيجي البنت تقول، واحفظوا الجمله دي، تقول لك ماشي هو كويس وطيب وابن حلال وخلوق لكن مش حنين. ونقطة الحنية دي أنا هشرحها، يعني أنا هشرح البنات لأن هي مركبة، كلمة مركبة. ما عندوش عاطفة تشبعني، ما هوش رومانسي، طب إيه لازمتها إن أنا أكمل في جواز زي ده؟ وكتير جدا جدا، والبنات الفترة دي ما بيبقوش حابين يكملوا لا في جوازة ولا في خطوبة ولا إن شاء الله، حتى لو تقولك لو فيها تقولك أسيب كل حاجة، ده مش حنين، ده واحد قاسي. أنا إيه اللي يخليني أعيش مع واحد قاسي؟ خلوا بالكم النقطة دي يا شباب، لأن النقطة دي مهمة جدا. تيجي مثلا من المفاهيم، مثلا الام تيجي تقول لك إيه؟ يا بنتي غلطت كتير من البنات، او تيجي مثلا حد بيشرح، حد مثلا بيتكلم في العلاقات او بيتكلم في الاسره والبتاع، ويقول زي ما بقولت لكم هو عاوز يصلح مفهوم، فيقوم جاي مخرب مفهوم تاني، يقول لك البنات غلطانه جدا جدا لان هي فاهمه الجواز حب وهيام وعواطف وكلمات رقيقه تسمعها ليل ونهار، والجواز يا جماعه مش كده، الجواز مسؤوليه. خافت البنت وخاف الشاب، انت عايز تقول خليكوا وسطيين، تمام. والامر الشغف احنا شرحنا قبل كده، اللي قبل العلاقه انا هي بعيد عني لسه مش عارف اخدها، وهو نفس الكلام، هو مش في تناولها، فبيبقى فيه شغف وشوق وحب وكلام بال 24 ساعه، في ال 24 ساعه ده خلاص لما يتم الزواج حصل نوع من انواع السكينه، ونوع من انواع، لان الزواج سكن لتسكنوا اليها، ده هدف الزواج على فكره، الساكنه راحت بال، انا مطمئن نفسيا معاها. فلما يحصل دوت تيجي تقول لك لا مش مين اللي قال، طب ما ايه المانع ان يبقى الزواج حب ورومانسيه وكلمات، لان ده زاد المراه، احفظوا يا شباب وانا بديكم مفاتيح، زاد المراه وزاد الست والسقيه بتاعه حبها وقلبها، وانها تبقى فرفوشه وانها تبقى عايشه الحب، الحنان. الحنان ده بيجي مره في مره من معاملاتك، مش كلمه بتقول لك ما انا قلت لها، طب ما عارفه ان انا بحب ده، انا صرف دم قلبي، لا لا لا، سيبكم الكلام ده، سيبكم، انا صرف دم قلبي وسيبكم من الحاجات دي، هي عايزه فعل مستمر ومتكرر، وهقول ليه دلوقتي. فايه المانع؟ ليه نخض البنات ونخض الشباب المقبلين ونقول لهم لا ده الجواز مسؤوليه؟ هو في جزء من المسؤوليه المشتركه، لما احنا نوزع المهام ما يبقاش واحد شايل شيله وقاعد ميت، شايل شيلته وشيلت غيره وعليه ضغوطات، ونقول ده ايه ده، دي بتزعق، دي صوتها، دي بتعمل، دي مش انثى، دي لا لا لا. طب ما كله نقسم في مسؤوليه، صح، نعرف اللي لينا واللي علينا ونقسم المهام ونعيش بحب ورومانسيه. لا تجيب لي، اسمعوا، لا تجيب لي مراتك ولا تجيب لي خط ولا تجيب لي شريكه حياتك، ما تجيب لهاش لا ذهب ولا الماس ولا اديها امان وسند وحب وحنان. الطبطبه تقول لك حنين بس خلاص، تشل لك الدنيا كلها فوق راسها. طيب يبقى دي اول حاجه، غلطه من الغلطات اللي احنا بنحاول نصلح بيها مفهوم من مفاهيم
الزواج فنيجي نكحلها نعميها ونخوف الناس من الزواج، تقول لك لا مش متجوزه، طب جالتها مش هخلف، طب نعمل خايفه ما عندهاش احساس الامان. ليه ما يكونش في وسطيه؟ المراه زي ما قلت لكم زادها الوقود بتاع حياتها القلب الحنون بس خلاص، واحد معاها حنون. واقول لكم هوصف لكم الحنيه دي عامله ازاي، يبقى احفظوا معايا بقى، كونك طيب واخلاق ومحترم، طيب واخلاق ومحترم بس مش حنون، معادله ناقصه، معادله ناقصه، ما تكفيش قلب شريكك ابدا، ما تكفيش قلب شريكة حياتك. طيب وانت كمان كونك شاطره وفاهمه وعارفه وبطبخ وبعمل ومحترمه وطيبه، ها بس مش فاهمه طبيعه تفكير الراجل ازاي، الراجل بيفكر ازاي، مفهوم المسؤوليه والحنان عنده ازاي، ما انتش فاهمه الكلام، معادله ناقصه، ما انتش كفايه لشريك حياتك. ويصعب عليا والله يصعب عليا انه يبقوا بيحبوا بعض وما شاء الله مع بعض، وفي المحاكم مقطعين هدوم بعض ومبهدلين الدنيا ومفرجين عليهم الناس، تتصدم الصدمات. انا عايزه اقول لكم في حاجتين، في اساسيات هنتكلم عليها للرجل وللمراه، وفي قاعده اساسيه، لو ما حققتش الاساسيات والقاعده الاساسيه دي بيحصل عند المراه الم وانسحاب، وبيحصل عند الراجل غضب وسطوه وسلطه وغضب رهيب، وهنقول ايه اسباب ده واسباب ده، ويا ريت تكتبوا ورايا. بصوا الصدمات بتيجي من ايه، خليني اقول لكم الصوره الورديه بعدين نفندها علميا بقى وتنظيم. بتيجي لما هي مثلا مستنيه زوجها متهيئه، او خطيبها قالها رن عليه، او عقد عليه مثلا قال جاي وهكذا، ومعديه كل الامور، لو زوجها تعد ليله جميله وقعده جميله ودنيا حلوه زي الفل تمام، ويجي هو بكل داخل بكل فطور مش شايف اصلا، هو مش شايفها اصلا، وتحاول تلفت انتباهه باي رد فعل، فتلاقي الرد بقى بصوا الصادم، اول الم واول صدمه واول انسحاب، كارثه كارثه. لما تكرر زوجتك او خطيبتك او شريك حياتك اللي انت خلاص ناوي تكمل معاه واستقريت انه ينسحب، ليه انسحب؟ حصل الم ما تستحملوش الست. وليه عدم فهم منظومه الراجل؟ يحصل عنده غضب شديد وصوته بقى كاره، مش عايز يكمل، يقول لك مش عارف ايه اللي حصل لي، انا مش عارف، فركزوا معايا، يقول لها انا مش فاضي للكلام ده، يسفه اللي هي عاملاه، او ما يشوفش اصلا، مش شايف اصلا اللي هي عاملاه ولا المجهود اللي هي بذلته علشان تسعده، مش شايف اصلا، ويقول ابقى بالي مشغول بحاجات اكبر من كده بقى، يا ريت نكبر مع بعض بقى وبلاش الهيافات دي. فانا اولا مش عايزاك تتصدمي انك مثلا كنت تعبانه في اول اليوم وقلتي له، وبعدين نسي جه اخر اليوم ما قالكيش الف سلام، ما تتصدميش. وهقول لك ليه، ما انا هديك المفاتيح النهارده وانت كمان هقول لك تعمل ايه. نفس الكلام لما يبقى مش شايف انك رتبتي حاجه معينه او عملتي جمال مظهر معين، ما تتصدميش وهقول لك ايه. ما تتصدميش لما ما تسمعيش بحب كل ست ساعات زي المضاد الحيوي، ما تتصدميش وهقول لك ليه. كل ده له وسائل على فكره، له وسائل ذكيه وكزوجه، ولنا فيديوهات كتير على اليوتيوب تقدروا ترجعي لها. لكن خليني اقول ايه اللي بيخلي يحصل الصدام ذات نفسه، والفرق اصلا هو الفرق ايه اصلا ما بين اللي عايش في علاقته، او اللي ناوي او عاقد او لسه مقبل او متزوج سعيد، والتاني تعيس. حاجه بسيطه جدا جدا، الناس السعداء دولت بيتعاملوا تعامل حقيقي مع الواقع، هم عارفين الواقع ايه، عندهم اراء بتعتمد على الايه، على الواقع اللي موجود، حياديين فاهمين ان الدنيا مش عالم مثالي، مفيش خرافه الزوج المثالي والزوج اللي بيحقق كل شيء، مش الكلام ده، والزوج اللي بيحقق كل حاجه والحاجات دي. ليه؟ لانهم في الاساس ايه، العالم مش مكان مثالي، واحنا عارفين الكلام ده. طب التعيس لا 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 لا، ده بكل حاجه بتحصل في الدنيا ده ظلم له، وده اصلا ظلم موجه له شخصيا يعني، وهو شايف اصلا عايش فين، في سقف التوقعات، ودي اول كارثه، رفع سقف التوقعات قوي في شريك الحياه كده. طب ايه المشكله لما نرفع سقف التوقعات ونتعامل، نطلع مع بعض خطوه خطوه، ده حلو، ده اسلوب اداري صح. لكن ان انا انصدم ان اللي قدامي ما هوش على مستوى التوقع اللي في دماغي، هو ده اللي بيجيب الالم ويجيب الانسحاب عند المراه، ويجيب غضب وسلطه وبعد وكره عند الراجل. الحب احفظوا معايا، الحب مش مجرد كلمات، الحب افعال،
ومش افعال مره، ما انا قلت بقى لا ما انا عملت، لا 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 ده متكرره افعال على مدار سلاسل. المراه بتنسى والراجل نفس الكلام. لما تفضل تعمل الزوجه اسقاط ذهني لزوجها، انا بحبك، انا عايزاك سعيد، انا املي في الحياه انك تكون راضي وتكون سعيد، قول لي اسعدك ازاي؟ يا سلام، بس يشيلك فوق راسه، بس انت اعملي كده، مش مره بقى وخلاص وخلصنا. طيب تعالوا نشوف التوقعات والصدمات اللي ممكن تحصل عند الانثى، وننتبه للنقاط دي ويسبب عنها الم نفسي ورد فعل سلبي، وده اللي احنا بنعمل محاضراتنا عشان ما نتعرضلوش، وعلشان انت كراجل ما تقعش فيه لانك راجل وانت عليك التصرفات، وعلشان هي تفهم لو حصل لها كده تعمل ايه، ايه اللي هي تعمله عشان تطلع من حاجه زي كده. اول حاجه لما ما تتفهمش تقول لك مش فاهمني. طب هنا بقى عشان بقى ما اظلمش الشباب بالله عليكم، لانهم الشباب في الحته دي مظلومين قوي صراحه. قاموس عشان يفهمها، كتيبات ومش عارفه وايه و100 الف، لا ركزوا لنا اعمل ايه. تقول لك لا المفروض بقى، يا نهار ابيض، يعني انت مش عايزه تقولي ولا تعبري على اللي جواكي ولا تعبري تتفهم ازاي، وفي نفس الوقت معايا عجيبه جدا، وفي نفس الوقت انت عايزه ان هو حاجه مصيبه ان هو يعرف اللي جواكي. ما بيشم شباب انت على ظهر ايده، يعني مش حاله جلا مش عارفه ايه، فساحر هيجيب لي مش عارف، مفيش الكلام. لازم تعرفي تعبري عن اللي جواكي، والنقطه دي انا بركز عليها في كل محاضره، اعرفوا عبروا عن اللي جواكوا صح. تمام كده؟ تقول لك ايه، ما هو المفروض يفهم. طبعا ده ضرب من الخيال، يعني بيفهم لوحده. لازم تعرفي تقولي ايه، انا محتاجه ايه، بحب ايه، بكره ايه، انا زعلانه من ايه، انت عشان قدامك يفهمك يا بنتي، ما تسيبهولوش كده. فالنقطه دي عاده بيبقى الرجال عندهم حق فيها، لانك مفيش، ما احنا قلنا كده منى، مفيش عواطف، مفيش اي حاجه، عدالات مفيش، فده مش صح. خليكي حد واضح، حد يعرف يتفهم، يقول لك سلس، انا مرتاح في معاها، مرتاح في الكلام معاها، بتريحني، مش مغلقه لي على نفسها وصندوق مغلق اسود ما انا مش عارف فيه ايه، ده غلط. طيب تاني حاجه بتسبب الم للست، طبعا لما بتتفهمش طبعا بتتصدم وبتتالم وبتاع ومش عارفه، تقول لك بس الجوازه طلعت جوازه منيله وعليها. من سقف التوقعات برضو والحاجات اللي بتسبب صدمات للمراه وصدمات للشباب ذات نفسهم لانه مش عارف يتعامل، تقول لك انا عايزاه حنون عليا، سند. حلو، انا معاكي في النقطه دي بألف في المية، وداعم لها وقت نفسيتها صاحيه رايقه، صاحيه مش عارفه ايه، جايه من حاجه حصلت، اي حاجه يكون داعم ليها، ويكون هي يعني على الاقل شايفاه سند وقت الضيق. فهم مع السند ده احنا بنسميه معيار الامان عند المراه، اعلى احتياج واعلى قيمه عند المراه انها تحس بالامان ده، اللي هو ايه، حنان مع دعم. انا موجود، واحد حنون عليها وبيسندها، الله، خلاص كده زواجه ناجحه. اعلى احتياج عندها الامان، لو اتحقق بيحصل عندها نوع من ايه، خلاص بقى في احترام، بقى في تقدير، بقى شايفاه افضل راجل في الدنيا. انا بديك المفاتيح اهو، لو حصل خلاف كده، جه وقت ازمتها ما سندهاش، ما دعمها، ما لقيتوش موجود، ما فيش حنان، قاسي، تعمل ايه، تبعد، ويحصل لها انسحاب، ويحصل لها الم شديد. فيحصل ايه، فالعلاقه بقت مسببه لها الم. فالعلاقه اللي بتسبب الم دي ايه، مش عايزاها، هي تقول لك انا مش عايزاها، انا مش عايزه العلاقه دي، العلاقه مسببه لي الم وبتاع، تكرهها. ثالث توقع عند الانثى من شريك حياتها والكلام ده، ان تشوفه في عينيها راجل، تشوف راجل شايل مسؤوليه، مش واحد اتكالي، مش هي شايله شيلتها وشايله شيلته، الراجل ده شايل مسؤوليه. بس في بقى هنا حاجه، مفهوم المسؤوليه عند المراه بيختلف بمفهوم المسؤوليه عند الراجل. معلش استحملوني يا بنات علشان خاطر الكلام ده كلام مهم جدا. اول حاجه، مفهوم المسؤوليه عند الراجل ايه؟ انا باجي بشتغل، مكفي بيتي، اصلا بيبقى عنده هاجس، هو داخل البيت انا مكفي ولا لا، البيت محتاج، شايل هم، ما تشيلهوش الهم ده، حسيه بدخلته، انا فرحانه بيك. واحده لسه كانت كاتبه، كنت عامله فيديو من 2017 عن تكه مفتاحه، انا بستنى تكه مفتاحه من الباب، فعملت قالت لا انا ما بستناش، وتعليقات سلبيه جدا، انا مصدقاها صراحه، انا مصدقه الكلام اللي البنات قايلينه ده، وتقول لك لا احنا كارهين ومش عايزين ابونا، واحنا قلت كده حتى الفيديو بتاع 2017 ده، كنت قايله فيه في واحد بيجي اول ما بيشوفوا تكه المفتاح
بيخشوا العيال بيبقوا عاملين زي كل واحد في مكان ومش عارفه يقفلوا قعدتهم والسمر اللي قاعدين وكلام مش عايزين خلاص في نكد جاي. وفي بيوت بيبقوا واقفين مستنيين يتنططوا قدام الباب مستنيين هي ومراته وعياله مستنيين دخلت ابوهم وحاجه ابوهم وشنط ابوهم وكذا فرحتهم بابوهم. فجزئيه انك انت هتشيلي شيلتك وشيلته واللي قدامك مش راجل اصلا شايلك الدنيا واتكالي انت هتتصدمي ويحصل لك الم وانسحاب مش هتكملي فسقف التوقعات العالي بدون تحديد بدون تحديد يا بنات اسمعوا يا شباب بدون تحديد المسؤولية على مين يخليكي تتعبي. طيب رابع توقع بقى بتتوقعه شريكة الحياة او الزوجة او المخطوبين في البداية واللي عاقدين تقول لك بيعامل اهلي وحش انا كنت متوقع احب اهلي مش عايز نزورهم او انا زورهم ما يجيش معايا يا ستي ماشي هو شخص مثلا مش بيحب الانفتاح قوي او اجتماعياته على قده بس سايبك تروح اوكي سايبك تروحي عند اهلك وسايبك هو مش عايز يروح ده وسطيه ما بيكرههمش يعني مش حبسك مش حرمك مش منعك يعني في وسطيه يا جماعه بين الحاجتين في وسطيه بين الامرين الامر الاولاني في حاجه باينه الامر الاولاني امر ان انا بسيبك ومناش منعك وفي لا نفرق ما بين اللي مانع واللي بيكره واللي محرم اهلها واللي عامل واهلك خرابين واهلك كذا واهلك كذا النقطه دي مهمه جدا تمام ده جزء الجزء الثاني جزء بتتوقع حاجه خاصه بالعلاقه العلاقه ذات نفسها بينها وبين زوجها وخلوني اشرح لكم الجزئيه دي عايزه دي ارجع دي ورا شويه طب عايزه ايه تمام هو طبعا علشان في اكتر من حاجه فاحنا يعني ايه خلونا نظبط الدنيا خلوني اما اقول لكم على جزئيه العلاقه ذات نفسها موضوع حاضر حاضر خلينا اهو ماشي يا ستي شكرا شكرا اللي بتتوقع ايه انا وانت رايحين في ازازه وركزوا معايا في النقطه دي عشان النقطه ديت عند البنات بتعمل قلق شديد قوي وسقف توقعاتها في الامر ده بيبقى يعني امر متعب شويه ايه احنا الاثنين حاجه واحده فاكرين لما شرحنا وقلنا ان العلاقه المندمجه انا وهو روحين في روح في جسدين العلاقه دي علاقه غير صحيه العلاقه دي الحب المرضي ده حب غير صحي الاصل ان كل واحد مستقل تمام بس في بينه وبين الاخر علاقه زي ما قلنا حرف الاتش اهو ادي الزوج ادي الزوجه وفي بينهم صله ادي زواج ودي اولاد ودي كذا ونحب بعض وكل حاجه بس لما حد يبعد يتوفاه الله يسافر يتجوز يعمل اي حاجه حصلت التاني ما يقعش لا التاني لسه موجود لكن لو العلاقه دي حرف التي واحفظي معانا دايما الشكل ده ودايما اشرحه لو العلاقه دي ها اعمل ايه لو واحد مشي بعد انسحب التاني يقع ده غلط فاحنا موضوع الاندماج بقى وخليني يعني الاندماج ده اللي هو الحب بقى اللي ما بيطلعش وانا وانت وكل ما يا ست الراجل ما بيحبش الخنقه دي تخنقوش طب اصحابك لا معاك ورايح الشغل لا اعيط تاخدني معاك لا كذا لان البنات بيحبوا ده بيحبوا الارتباط وهو ده الحب عندهم على فكره وتحس ان هي لوحدها وممكن تضيع في الدنيا من غير زوجها ومن غير حبيبها والكلام ده بس الصح زي ما قلت لكم علاقه حرف الاتش مش حرف التي حرف التي توقع واحد وقع التاني انكشف للهوا وللدنيا والعواصف واحد بعد التاني وقع ما ينفعش ولا ينفع العلاقه دي هي العلاقه دي اسهل واحده طيب سبع توقع بيسبب الم شديد عند البنت وانسحاب رهيب عندها ان هو بتبقى محتاجه او سقف توقعاتها في الشريك اللي جاي لها انه شايفني مثاليه قوي وافضل امراه في الكون وافضل واحده في الدنيا بيقدرني ويقدر ارائي ويقدر حالي مش بيسفه بيا مش بينتقدني فلما يحصل في تعليق من الـ من الـ من الـ من الزوج على زوجته او في بدايات العلاقه في مرحله العقد او مرحله الخطوبه تقول لك لا ده ما بيحبنيش
هو مش شايفني كده. في فرق ما بين ان انا بنسعى للمثاليه، مفيش حد مثالي، في فرق ان احنا بنسعى للمثاليه، وفي فرق ان احنا انا شايفه كده ولازم هو يشوفني كده. لا مش لازم، ده مش صح الكلام ده. ما عايزه اقول لكم ما يعملش ايه الكلام ده، ما يفيدش علاقه وما يخليهاش علاقه صح ولا ايجابيه. ليه؟ لانه شايفك صح 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 صح، ولا في تعديل ولا في اي حاجه. لا طب ايه؟ لا مش صح، مفيش حد كده. خلي بالكم النقطه دي يا بنات، معلش انا في نقاط انا معاكي فيها 1000%، وفي نقاط تخلي بالك منها. ان يشوفك مثاليه، لا مفيش حد مثالي، بس احنا نسعى للمثاليه ونسعى للكمال، وده شيء طيب. تمام. النقطه بقى الكارثه، والكارثه الكبيره، ان البنت بترفع سقف توقعاتها. شوفوا يا شباب انا بديكم مفاتيح، بديكم مفاتيح تسمعوا المحاضره دي، تحطوها كده حلقه في ودانكم وقلب عينيكم، وتشوفوا اللي انا بقوله ده، علشان لما تخش يا ابني علاقه او تبقى في علاقه تبقى فاهم الطرف الثاني بيفكر ازاي، وما تقعش تامن صدمه او تامن سقف توقع البنت بتتوقعه في خطيبها وشريك حياتها، ان هي حد ذو قيمه عنده وما يقدرش يزعلها. فلما يزعلها تتصدم فتتألم فتنسحب فتبوظ العلاقه، يحصل انفصال، يحصل انفصال. الرجاله مش كده على فكره، تقول لك مش بيقدر يبعد عني وبيخاف على زعلي فهيجي صالحني. غلط غلط يا بنات، غلط. يعني وهبوكي اللي قالوا لك حاجه زي كده، ارجوكي ركزي معايا في النقطه دي، مهمه جدا. بيتطلقوا وتتخرب بيوت وينفصل بسبب، تقول لك لا انا عمري ما اكون رخيصه عنده كده، ازاي انا رخيصه عنده كده، اكيد هيجي يصالحني، اكيد هيجي يراضيني. ده اللي بيبقى عند البنت. عند الرجاله ما بقوش فاهمين كده. إيه انا مش مقدر عندها، سابت البيت، إيه قررت، ايه قلعت لي الدبله، قالت يلا نفسخ، قالت كذا. فانا هي مش بتعمل كده عشان انت رخيص عندها، وهو مش بيجي علشان انت رخيصه عنده. لا هي بتعمل كده يا شباب افهموا، هي عايزه تشوف مدى مكانتها عندك وهي غاليه عندك ولا لا، انت حريص عليها وهتيجي تصالحها ولا لا. ده اللي عند البنت. طيب ما ورق عند الراجل؟ لا انت قلتي بي، وانت قلتي كده لاهلك وعملتي كده لاهلك، فالامر لا بالنسبه كده صعب، فانا مش قادر اكمل معاكي في حاجه زي كده. في راجل بصوا لما يشوفك زعلانه ومتالمه يجي يحتويكي ويضيع زعلك، وفي رجاله ما بتعرفش تعمل كده. بصوا بيعملوا ايه، بيحصل لخبطه في فصين المخ، يحصل ايه، دي زعلانه دي متالمه، ده اللي بيحصل مش عارفه بيحصل لها ايه، فده كذا ده كذا، ما يعرفش يراضي فيزعق ويغضب لما هو مش عارف يراضيكي ومش عارف يشوف زعلك، لكن هو من جواكي بيحبك. ويصعب عليا انا بقى الحالات دي، ليه؟ بيبهدلوا بعض في المحاكم، وتبص تلاقي الدنيا في الاخر ايه، ما كانوا بيحبوا بعض، وترجع لزوجي يقول لك والله كان كذا لو فعلا حصل. طب يا ابني ليه ما عملتش؟ طيب وانت يا بنتي ليه ما عملتيش حاجه زي؟ تقول لك بقى اللي حصل حصل، مش عارف يعبر عن حبه صح، وهي مش عارفه تعبر عن بصها، هي اختارت التعبير انت ما تقدرش على بعدي وهتيجي تصالحني وهتيجي تتراضيني، هي اختارت كده، وده مش الصح، وده مش صح. وخلي بالك توقعات اللي انا بقولها دي، التسع توقعات دول اللي انا قلتهم مهمين جدا على فكره، وراجعوهم. ودي الصدمات اللي بتتعرض ليها البنت لما بتخش في علاقه وبتقرر يا اما تنسحب يا تتالم يا تنهي العلاقه يا تاخد قرار. وانت يا ابني لما تسمع اللي انا قلته ده وتراجعه تاني اعرف اتعامل ازاي. طيب لما بنفهمها صح ونتعلمها من دلوقتي، من ساعه لما انتوا سمعتوا المحاضره دي معايا، يبقى لما يحصل الموقف اعرف اتعامل صح، صح ولا لا؟ ما يجيليش الم نفسي، وده المستهدف. خد قرار، خد قرار انك تكمل، خد قرار انك تصلحه، خد قرار انك تنفصله، بس ما يحصلش الم نفسي ونيجي صدمات تاخد عليها علاجات تقعد بالسنين عشان نخلصها من علاجات او نخلصك من الصدمات. ما ينفعش الكلام ده. طيب بصوا اصعب حاجه في موضوع سقف التوقعات مرحله اسمها ايه؟ خذلان الحبيب. خذلان الحبيب، لما يحصل خذلان، لما الحبيب يخذلك في ايه؟ في توقعاتك. يحصل خذلان التوقعات من الحبيب، اصعب الم نفسي. ليه؟ لان هي متوقعه اصل انت انا بحبك وانت غالي عندي، فزمان انت غالي فانت بتعامل، وهو نفس الكلام. يعني انا ازاي اكون عندها كده؟ ده انا مضايق، ده انا حالي كله، ده انا مديون دين الدنيا والاخر عشان اعمل لها بيت وكذا، ازاي هي تفكر في حاجه زي كده؟ اخطر ما يمر على العلاقه عاطفيه ما بين مخطوبين او عاقدين او زواج خذلان التوقعات للحبيب. المخاطر بتاعتها انفصال، وهم بيحبوا بعض، وده الاخطر. يبحث عنها في كل امراه مش لاقيها، تبحث عنه في كل راجل، لان هي بتحبه
بس ما عرفوش يتعاملوا صح، ما عرفوش يطلعوا الحب ده. طب الصح في موضوع التوقعات ده، الصح ايه؟ امنها، اديها معيار الامان، معيار الامان اللي هي تقول انا عايزه اكمل معاه، معيار الامان اللي ما تجيش تقول لك انا عايزه اعيش وانا دلوقتي ايد حاجه زي كده، انا مثلا عايزه اول بعد سنه زواج مثلا ما نخلفش السنه دي ونعيش ماشي اوكي بالاتفاق وتتفقوا مع بعض على حاجه زي كده، فتيجي في بعد اربع خمس شهور تقول لك يا دكتوره انا عايزه اشيل الاتفاق ده وعايزه اخلف، انا بحبه، انا عايزه اجيب منه عيال. امنها، اداها الاحساس ده. انت نفس الكلام، انت عايز من خطيبتك وعايز من عقد عليها وعايز من زوجتك اللي انت متجوزها في اول مراحل زواجكم ديت وضع معين، قول لها انا بحب كذا 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 وانا بكره كذا 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 وانا النقطه دي بتضايقني النقطه، طب انا ببقى قاصد كده، طب ما وراء الكلام، ما في كلام، دي مصيبه برضه، في كلام وفي ما وراء الكلام، انا اقصد ما وراء الكلام كذا وكذا، ده مهم جدا. إيه النصايح اللي انا انصحها للبنات وللشباب كالاتي، افهموا يعني ايه منظومه زواج، اعرف المراه بتفكر ازاي بعواطفها، وزي ما انا قلت لك المفتاح، والمفتاح الحنان والدعم الامان مأمنه، وهي انا محترمه مقدره بعبر عن نفسي بقول، وفي نفس الوقت بديله مساحه، اصح علاقه ان احنا جنب مع بعض بس مش خانقين بعض، ولا واحد معتمد على التاني اتكالي، فلو واحد مشي التاني يموت، لا احنا في علاقه صحيه مش علاقه حب مرضيه. وفي الاول وفي الاخر اكون راجل متحمل مسؤوليه، انا اللي عليا دايما الخطوات الصح، انا اللي عليا، ودايما يبقى في حاجه اسمها مراجعات يا جماعه، تقييم الاسبوعي والشهري، بتحب ايه، انت عايز ارضيك ازاي، انت عايزنا اعمل لك، طب ايه اللي، طب انا نفسي ارضيك، طب انا نفسي اسعدك، وانت كمان ايه اللي تحبيه، ونعمل اللي ده يحبه واللي ده يحبه. لكن بالهيصه الجميله اللي احنا فيها دي، ده كلام الصح، وانا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان النقطه دي تكون نقطه يعني مفهومه صح عند كل شاب وكل بنت، عشان ما نتعرضش لغلط، وما نتعرضش لحاله من حالات الخذلان ولا الصدمات ولا الكلام ده، ونرفع سقف توقعاتنا في حاجه مثاليه. وده ما يمنعش زي ما قلت لكم في اول المحاضره ارجعوا لها، ده ما يمنعش ابدا ان احنا نعيش رومانسيه حلو، وان احنا نعيش جمال حلوين جدا جدا، وان احنا نعيش قمه الكلام ليل ونهار، بس كل واحد عارف ايه حقوقه وايه واجباته وايه اللي عليه، وما يسيبش مسؤوليه كامله على التاني، كل واحد يشيل شيلته يا جماعه. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم امين.